إذن أهلا وسهلا متابعينا الكرام في هذا البث المباشر هنا مباشرة من مدينة المضيق، هذه المدينة الجميلة، هذه المدينة الساحرة. متابعينا الكرام كما كتشاهدوا معنا من خلال هذا البث المباشر، هذه الصور التي تأتيكم على المباشر متابعينا الكرام. فوخا يعني نهاية يعني العطلة المدرسية فهي تسالت، ومع ذلك فمجموعة من الأسر فهم مستمتعين يعني متابعينا الكرام بالأوقات ديالهم بجانب شاطئ مدينة المضيق. كما كتشاهدوا فبطبيعة الحال كاين الأسر اللي جات اليوم لشاطئ المدينة بالرفقة الأزواج ديالهم أو الأطفال ديالهم، وكاين اللي جالس أنه كيستمتع وكيتحدث يعني فيما بيناتهم، وكاين اللي كيلعب يعني لعبة التنس يعني بالقرب من أمواج البحر، وكاين بطبيعة الحال اللي كيلعب الكرة، وكاين اللي كيسبح، وكاين يعني متابعينا الكرام اللي كيقوم يعني اللي عنده الهواية ديال الصيد بواسطة القصبة، فهو مستمتع يعني أجواء جميلة صراحة هنا بمدينة المضيق متابعينا الكرام، تزامنا يعني مع بداية هذا الأسبوع الثاني على التوالي خلال شهر أبريل الجاري متابعينا الكرام متابعي قناة شوف تي في. كما قلنا يعني واخا يعني العطلة تسالات، ولكن يمكن نقولوا بأن مظاهر الصيف خلال هذه السنة فهي جات بكري هذا العام، وبطبيعة الحال فهذا راجع أولا للتساقطات المطرية اللي ما طاحتش يعني بكثرة، وكذلك لهذه الموجه ديال الحر متابعينا الكرام اللي طبيعه الحال فغادي يعرفوها مجموعه من المناطق متابعينا الكرام. اذا كما قلت متابعي قناه شوف تي في، اجواء جميله، اجواء رائعه تشاهدها يعني مدينة المضيق خلال هذه الفترة، يعني تقريبا على بعد ساعتين من غروب الشمس، وكما كتشاهدوا معنا فالكل مستمتع هنا بجانب شاطئ مدينة المضيق، يعني أطفال صغارهم يسبحون متابعينا الكرام، كاين اللي كيلعب التنس، وكاين يعني اللي يعني جالس بالقرب ديال البحر أنه كيتحدث وكيستمتع بالأوقات ديالو، يعني أجواء جميلة، وكاين اللي كيستمتع بطبيعة الحال بهذه أشعة الشمس اللي كتعرفها مدينة المضيق ومجموعة من المدن المغربية. وكما قلنا يعني متابعينا الكرام فهذا يعني الطقس الحار فهو جاب الصيف بكري هذا العام متابعينا الكرام، والشيء الجميل كما كتشاهدوا معنا متابعينا الكرام هو خروج مجموعة من يعني البواخر الخاصة بالصيد التقليدي كما كتشاهدوا من ميناء المضيق باتجاه يعني الشواطئ البحر الابيض المتوسط لاصطياد السمك، وللاشاره فاسماك يعني ديال البحر الابيض المتوسط متابعينا الكرام فهي لذيذه وكتلقى اقبال، والثمن ديالها فهو كيكون مرتفع عكس الاسماك اللي كتجي يعني من جهه ديال اكادير او العرائش يعني ديال المحيط الاطلسي متابعينا الكرام. اذا متابعي قناه شوف تي في قناه الشعب، هذه الاجواء وهكذا يعني تبدو يعني الشواطئ يعني مدينة المضيق خلال هذه الفترة من مساء يومه الاثنين يعني الأسبوع الثاني على التوالي من شهر أبريل، يعني كنعيشوا الشهر الثاني من فصل الربيع، ومع ذلك فالأجواء صيفية هنا بامتياز طبيعة الحال كما كتشاهدوا معنا متابعينا الكرام، فهذا راجع بالأساس يعني لدرجة الحرارة والموج ديال الحر اللي كتشهدوا، للإشارة يعني في نشرة إنذارية من طرف يعني مديرية الأرصاد الجوية، فالمغرب غادي يشهد موجة حار يعني غادي تتجاوز غادي تتراوح الحرارة ديالها ما بين 38 و43 درجة متابعينا الكرام في مجموعة من أقاليم ومدن المملكة متابعي قناة شوف تي في قناة الشعب. إذا هذه الأجواء وهكذا تبدو مدينة المضيق متابعينا الكرام خلال هذه الساعات من مساء يوم الاثنين متابعينا الكرام، أجواء جميلة، أجواء رائعة تشهدها يعني الحمامة أو عفوا هذه المدينة الساحرة، هذه المدينة الجميلة بالشواطئ ديالها بالرمال الذهبية ديالها وكذلك بالمياه ديالها الدافئة متابعينا الكرام. كما كتشاهدوا في مجموعة من الأسر فهم جاوا يعني بالكراسي ديالهم يعني مستمتعين بالأوقات ديالهم، وكذلك طبيعة الحال كاين بعض الفتيات اللي كيعجبهم أنهم يعني يخلفوا شوية بالقرب من الشاطئ، وكاين طبيعة الحال كما كتشاهدوا معنا هاد جوج ديال الشباب اللي كيلعبوا التنس يعني مستمتعين بالاوقات ديالهم متابعينا الكرام. واليوم يعني البحر جميل، البحر هادئ، يعني كنقولوا حنا في الشمال اليوم البحر طاسه يعني ما كاينش الامواج كما كتشاهدوا، الاشاره فالاغلبيه ديال الشواطئ الشمال فهي كتكون دائما هادئه
يعني عكس يعني المحيط الأطلسي اللي كتكون يعني الأمواج ديالو كبيرة ودائما كيكون يعني البحار هايج عكس يعني الشواطئ يعني ديال البحر الأبيض المتوسط. متابعينا إذا متابعي قناة شوف تي في قناة الشعب هذه الأجواء وهكذا تبدو يعني شواطئ مدينة المضيق خلال هذه الساعات من مساء اليوم، والكل بطبيعة الحال فهو مستمتع بهذا المشهد الجميل والرائع كما كتشاهدوا معنا في هذه غابة كودية الطيفور اللي كتعرض قتل للحرير خلال هذا فصل الصيف. وكما كتشاهدوا فال يعني الحريق يعني بقى ما بقاش يعني باين كما كتشاهدوا فالغابة الحمد لله فهي يعني نمت من جديد، وهذا ما كنا نتمنى أن الغابة تساعد العافية ديالها. طبيعة الحال فغابة كودياس الطيفور هي محمية وللإشارة فيها مجموعة من الحيوانات خصوصا الخنزير البري اللي يعني مجرم الاصطياد ديالو، وبطبيعة الحال فهو كيعيش في هذه الغابة، وبطبيعة الحال فهذا الخنزير البري فهو مستمتع بالأوقات ديالو كذلك، وكيجي حتى الحدود يعني من مدينة المضيق وكيقوم بعض الناس بالإطعام ديالو. متابعينا الكرام طبيعة الحال فهو يعني كيجلب واحد العدد كبير من المصطافين والسياح لميناء مدينة المضيق لتناول اولا يعني الشوية ديال السردين والبيصرة اللي معروفة بها شاطئ مدينة المضيق او ميناء مدينة المضيق، وكذلك لرؤية الخنزير البري مباشرة ولإطعامه بالخبز خاصة اللي كيكون عند اصحاب المطاعم. اذا متابعينا الكرام هذه الاجواء وهكذا تبدو يعني مدينة المضيق كما كتشاهدوا معنا متابعينا الكرام. في بعض اللحظات مجموعة من قوارب الصيد البحري فهي بدأت بالخروج من أجل يعني ممارسة الصيد من أجل يعني أنها تصاد الأسماك كما كتشاهدوا معنا، فكاين واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ديال القوارب الخاصة بالصيد كما كتشاهدوا معنا، فهي بدأت كتخرج من ميناء المضيق باتجاه يعني داخل يعني البحر الأبيض المتوسط. متابعينا الكرام من أجل اصطياد الأسماك، وكما قلت فالميناء ديال المضيق فالأسماك ديالو فهي كتلقى يعني إقبال كبير يعني وقليل في كتبع في السوق، فالأغلبية ديال هاد الأسماك فكيتم يعني الشراء ديالها من طرف يعني أصحاب المطاعم وبعض الأشخاص يعني اللي نظرا للإقبال عليها الكبير. متابعينا الكرام إذا متابعي قناة شوب تي في هذه الأجواء وكذا تبدو مدينة المضيق خلال مساء هذا اليوم كما كتشاهدوا معنا من خلال هذا البث المباشر. فشاطئ مدينة المضيق فهو هادئ متابعينا الكرام، يعني البحر طاسة كما كنقولوا هنايا بشواطئ الشمال، يعني ما كاينش الأمواج نهائيا. متابعي قناة شوف تي في قناة الشعب والكل يعني مستمتع بالأوقات ديالو كما كتشاهدوا، فكاين اللي كيلعب كرة القدم، كاين اللي كيسبح كما كتشاهدوا معنا متابعينا الكرام، وكاين بطبيعة الحال اللي يعني كيقوم بممارسة هواية الصيد بواسطة القصبة. متابعي قناة شوف تي في قناة الشعب. إذا المتتبع قناة شوف تي في نتمنى أن نكون وفقنا من خلال هذا البث المباشر، وإلى بث آخر دمتم في رعاية الله وبداية أسبوع موفقة إن شاء الله.